بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنبدأ ان احنا نتكلم عن السكيليتال ماسلز، هنتكلم بالتفصيل اكتر عن مفهوم الاوريجن ومفهوم الانسرشن. قلت لك ان شاء الله في الفيديو اللي فات ان انا عندي هنا هذه الرسمه بتعبر عن المشهد الجانبي او اللاترال فيو للسكيليتال ماسلز او العضلات الهيكليه. نلاحظ طبعا العضلات زي ما احنا شايفين هي ماسكه في العظم، عشان كده بنسميها سكيليتال، جاي من سكيليتون وجاي من هيكل عظمي. خلاص بقى الكلام ده بقى قديم. اما تيجي تبص مثلا هنا على العضله اللي هي عضله السمانه اللي ورا ديت، واخد بالك هتجد ان هنا في تندون، هنا واخد بالك تندون مشهور قوي اسمه الاكيليس تندون. خلاص كده تندون وتر كده، تمام، بينزل من العضله واخد بالك وبينزل يمسك في العظمه تحت هنا. خلاص كده، وبالتالي كده دي اول حاجه لازم تبقى عارفها عن العضلات. العضلات ما بتبقاش سايحه كده او طايره في الهواء، انما بتحتاج تندونز، تحتاج اوتار. يبقى كلمه تندون يعني وتر، واخد بالك؟ تندون يعني وتر، والوتر ده بيربط الايه؟ العضله بالعظم. يمكن الكلام ده انت خدته في الاحياء يعني. المهم ان انا عندي دلوقتي ماسل او عندي عضله، تمام كده؟ اللي هي العضله اللي ورا دي، تمام؟ وعندي وتر هنا انا بحتاجه زي حبل كده بيخلي العضله ديت اللي هي الماسل تمسك في العظمه اللي هي البون، تمام كده؟ طيب هبدا ان انا اجيب لك الايه؟ الرسمه دي. بالمناسبه التندون ده والوتر ده اعرفه كده يعني ليك، اسمه اكيليس تندون. وده ليه قصه كده. اكيليس ده يا جماعه كان اللي هو اخليس، كان محارب يوناني قديم كده، ويعني كان في قصه كده متعلقه بالمنطقه دي عنده، يعني ان هو كان يعني بقيت جسمه كله محصن او محمي او بروتكتد، باستثناء الحته دي كانت زي ما بيقولوا نقطه الضعف بتاعته، لو انت ضربته في الاكيليس تندون خلاص انت كده ايه بتقضي عليه. قصه كده عبيطه يعني. المهم فدي قصه اكيليس تندون. طيب ما علينا، يعني نبقى نحكي القصه دي تاني ان شاء الله لو كان لنا عمر وشرحنا ليه وشفنا اللور ليمب مع بعض، او اللي هو الطرف السفلي يعني مع بعض. طيب دلوقتي بقى احنا نرجع للايه؟ للجنرال بتاعنا، ونرجع للمفاهيم الاساسيه، ونرجع لمساله الماسل او مساله الايه؟ العضله، وانه هذه العضله بيبقى ليها وتر، وانه هذا الوتر بيبدا ان هو يخلي العضله تمسك في العظمه. هنجيب صوره ان شاء الله اوضح وابسط من اطلس تاني. هنيجي نشوف كده الصوره دي، بالك مش عايز اوجع دماغي دلوقتي باسماء الاطالس ان شاء الله قدام. من انا عامه اطلس ده اسمه اطلس سنيل، يعني اطلس نيل. بمناسبه اطلس نيل يعتبر من الاطالس اللي كتب طنطا، يعني طبعا كتب طنطا بتعتمد على اكتر من اطلس، منها اطلس نيل. عندك مثلا جامعه طنطا اللي الجامعه بتاعتي، في عندك هنا هنجد ادي الايه؟ الادي طبعا ده، واحنا لو انتم مش واخدين بالكم ده يعتبر الايه؟ اللور لمب او الاطلس الايه؟ الطرف اللي هو السفلي، ماشي، الطرف الايه؟ السفلي او الرجل يعني، واخد بالك؟ طيب هنا دي الفخده، وهنا دي منطقه الايه؟ الركبه تقريبا، واخد بالك؟ ادي الركبه، اكيد العظمه اللي هي قدام في الركبه دي، واخد بالك؟ وهنا هننزل تحت ادي الايه؟ الساق، واخد بالك؟ اهو ادي دي القدم، ماشي؟ طيب ما علينا يعني. المهم دي العضله، واخد بالك؟ اللي عندنا اللي هي السمانه، مش عارف اسمها السمانه، تقريبا اسمها السمانه بالعربي، اللي بتاعت الايه؟ الكوره دي. المهم يعني سامي مش كوره قوي. المهم يعني في عندنا الايه؟ العضله دي هنجد ان هي عباره عن ايه؟ هنجد ان عندنا البلي اللي هي حته الايه؟ لحمه، وحته اللحمه دي بيبقى ليها وترين، وتر فوق اهو ووتر تحت، خلاص كده. الوتر ده هي عامل زي بص اتنين بيشدوا الحبل، هي نفس الفكره، اتنين بيشدوا الحبل، واخد بالك؟ في حبل فوق اهو ماشي ماسك في العظمه اللي فوق، وبعدين تنزل تحت كده تلاقي في عظمه، في هنا ايه؟ حبل تاني ده بينزل يمسك في العظمه اللي تحت. طبعا يا جماعه ده مبدا عام، مش بس في عضله السمانه، لا، اغلب عضلات الجسم بتبقى مبنيه على الفكره دي، في شويه استثناءات بنتكلم عنها يعني بعدين. المهم انه الغالبيه العظمى مبنيه على الفكره دي، حته بيلي، كلمه بيلي دي ثابته عندك يعني حته لحم من الاخر، خلاص كده. وطالع من البيلي او حته اللحمه دي وترين، واخد بالك؟ وتر فوق ووتر تحت، وتر فوق ووتر ايه؟ وتر تحت. الوتر الايه اللي فوق ده اهو اسمه اوريجن، يعني المنشا او المنبت، تمام. ودي فكره كان انا بجيب العضله، واخد بالك، وببدا من الحته دي، يعني كان ده المنبت بتاع العضله او البدايه بتاعه العضله، واخد بالك؟ بتبقى في الحته دي، ده اسمه الاوريجن. والاوريجن ده بيبقى سبوت او نقطه كده بتبقى موجوده على العظمه، عشان لما تيجي بعد كده تدرس ان شاء الله قدام تقول لك لا هات لي الايه الحته دي، الحته دي اسمها اوريجن. اوريجن يعني ايه؟ يعني سبوت او نقطه كده بتبقى موجوده على العظمه، في الحته دي الماسل بتمسك، خلاص كده؟ فدي بنسميها الايه؟ الاوريجن. طيب الناحيه الثانيه هنجد سبوت تاني، واخد بالك؟ اهو الناحيه الثانيه نسميه انسرشن. نكمل كلامنا في الفيديو الجاي.